معنى آخر يكافئ أو يزيد على اعتداء المعتدي. زارهم وعند رجوعه ظهر عليه تأثر فقال: وددنا ألو رأينا إخواننا. فتعجب الصحابة وقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني يأتون من بعدي، يؤمنون بي ولم يروني، فإن لقيتموهم من بعدي فأقرئوهم عني السلام، فرسول الله يقرئكم السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. في هذا الموقف النبي ربط صلى الله عليه وسلم بين ماض وحاضر ومستقبل برباط، ونحن في مولد الحبيب نحتاج إلى أن نستعيده في حياتنا. تذكر من مضى بزيارة أهل المقابر، واستشعر صلته بالصحبة بمن هو بين يديه حاضر، ولم ينسى المستقبل. والأمة التي تفكر في عواقب الأمور، التي تفكر في المآلات، كيف أتصرف تصرفا أعد به لمن يأتي بعدي، لا أحرق به من يأتي بعدي، كيف أعيش بناء، تجني الأجيال ثمار ما بنيت. الذي ذكر في المقدمة قبل قليل من أن الشيخ زايد رحمة الله تعالى عليه كان في هذا المكان، ترجمه ما نراه اليوم في هذه الليلة. اعتناء أخي سمو الشيخ عبد الله بن زايد لسنوات متواصلة بمثل هذه الجائزة، المعنى من إبراز الفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم، كان ثمرة لرجل كان يعد للمستقبل. الأمة اليوم بحاجة أن تفكر لتعد لمن يأتي من بعدها. ثم عاد إلى بيته وشعر بالثقل، فانتشر الخبر بين الصحابة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم مريض وقد لا يطول به العمر، فانتشر الجزع بين الناس، فصبوا عليه ماء. أمر أهل بيته أن يصبوا عليه ماء من 7 قرب حتى ينشط، ثم خرج متكئا يهادى بين رجلين، وجلس عند آخر درجة من المنبر، والتفت إلى الصحابة وقد أحدقوا به وقد مرت أعمارهم وهم يتلقون أنوار المدرسة المحمدية، ثم قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، أخفتم؟ لا تخافوا، فوالله إني لفرطكم على الحوض. كلام عن المستقبل. إن شعرتم بفقدي الآن، إن غابت عنكم أنوار طلعتي، إن استشعرتم أن مرارة الشوق ستنزل بكم، فتذكروا أني أمامكم لأني إمامكم، تذكروا أني فرطكم أي منتظركم أي ذخيرتكم عند الحوض. وأخذ يصف حوضه وقال: كأني أراه الآن أمامي، ينقلنا إلى شهود للمستقبل على وصف من اليقين الجازم الذي لا يجعل الأحداث المتغيرة في الحياة تغيب عنا هذا اليقين بالغيب الذي سيأتي غدا وبعد غد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبدا قد خير بين الحياة وبين لقاء الله فاختار لقاء الله. فعلمنا أن إذا أحببنا أن ننقل خبرا إلى من له صلة بنا ونعلم أن الخبر قد يكون مؤلما، أن نترفق في هذا الخبر. مدرسته صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا أبو بكر وبكى بصوت عال وانتحب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أفديك أفديك بنفسي وبأمي وبأبي وبأهلي وبأولادي، كلنا لك فداء. فنظر الجالسون إلى سيدنا أبي بكر نظرة استهجان، هموا به، يعني يريدون أن يسكتوه. اسكت، النبي يتكلم عن رجل خير الذي فهمها أبو بكر. وهنا ملمح، وهو أن الذي يعي ويفهم ينبغي أن يتحمل صعوبة الغربة بين عموم من يصعب عليه أن يفهم في الحياة، أنه سيستنكر عليه، أنه سيساء الظن به، أنه سيهاجم. هموا بأبي بكر ليسكتوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا أبا بكر، والله ما من أحد منكم له يد إحسان إلي إلا وقد كافأته بها إلا أبا بكر.
لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. سدوا كل خوخة إلى المسجد، أي بوابة من بيت إلى المسجد مباشرة، إلا خوخة أبي بكر. ثم واصل وقال: أما والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها. الإشكال ليس في وجود الدنيا، الإشكال ليس في وجود الدينار والدرهم، بل في بعض الأحيان يكون من فرض الكفاية أن يكون للأمة من الدينار والدرهم والمكنة ما تخرج به عن العيلة، عن أن تكون عالة على غيرها. لكن الإشكال هنا: فتنافسوها كما تنافسوها الذين من قبلكم، يعني فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. الله الله في النساء، استوصوا بالصلاة خيرا، الله الله في الصلاة. استودعكم الله، أيدكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، وفقكم الله. ثم قام إلى حجرته فكان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه. هذه المعاني التي لولا خوف الإطالة لبسط الكلام فيها حرية، ونحن في ساعة وفي ليلة نبرز فيها مشاعر الفرح بالحبيب، ونحيي في المولد النبوي الشريف شعيرة من شعائر الله. نعم، كل أمر يتقرب الإنسان بفعله إلى الله من فعل الخير يعد من شعائر الله. فالجمال من الحيوانات عندما تهدى للحج، البدن سميت بنص القرآن الكريم من شعائر الله، ونحن في شعيرة من شعائر الله. تعالوا بنا إلى أنفسنا لنعود مرة أخرى. أثر السجود في حياتنا وأثر صلتنا بربط ماضينا بحاضرنا لنتمكن من حسن رؤية مستقبلنا، لا بطريقة تجعل الماضي والحاضر يحطم المستقبل. تعالوا بنا لنحيي أنوار صلة بالدنيا تجمعنا على الله وهو راض عنا، لا تجعلنا نتنافس على نحو يقتل فيه بعضنا بعضا أو يبغض فيه بعضنا بعضا. مرت السنة من العام الماضي ونحن في هذا المجمع الكريم الشريف، وذكرنا أننا سنحاور غيرنا، سنحاور من لم يفهمنا، وقلنا أننا بدأنا حوارا من نظرائنا وإخواننا من أهل الكتاب من خلال كلمة سواء، وقال البعض: لا تحاوروا، هذا هجوم على نبيكم لا تقبلوا. قلنا: سنحاور سنحاور سنحاور، لأننا نؤمن أن صاحب الحق إذا أحسن عرض الحق الذي ينتمي إليه بحاله وبلسانه وبمقاله سيجد أيضا عقلاء يؤمنون بالحق ويقبلونه، ويقبلون أن نعيش على هذه الأرض ونحن نستشعر هبوب نسائم محبة الخير لمن يحيط بنا. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرنا جميعا على الحوض وهو فرطنا، ليرى كل منا عند الورود عليه ثمرة هذه المعاملة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الحفل، وأن يبارك في هذا الجمع، وأن يبارك في هذه الجائزة، وأن يبارك في من أسسها، وأن يعلي درجات الشيخ زايد، وأن يجعله في الفردوس الأعلى، وأن يكتب بركة هذا الخير في صحائف أعماله. اللهم إن هذا عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك قد عاش ما كتبت له من الدنيا على محبة نبيك حتى آخر سنة من حياته، وهو يعقد مجالس الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم ويسر بها ويفرح بها، فاجعل ذلك شفيعا له في قبره. اللهم وسع له في قبره، واشرح له صدره، واجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم بارك في من خلفه على هذا البلد، وأعنهم على الخدمة وعلى حسن القيام بما كلفتهم به، وأعنهم على حسن التبصر في معترك الزمان ومتقلبات تتابع أحداثه، وأعن اللهم القائمين على هذه الجائزة في وزارة الثقافة، اجزهم عنا خير الجزاء فقد بذلوا جهدا، أسألك أن تقبله منهم. بارك في هذا البلد، ابسط فيه بسط الخير والنور والأمن والإيمان والهدى والبركة والصلاح، وجنبه ومن فيه ومن سكنه أسباب الأذى والبلاء والفتن والمحن والأمراض والحروب ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا فيما تجري به المقادير. اللهم أبلغ عنا
سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم تحية وسلاما. اللهم أحينا على محبته وعلى اتباع سنته وهديه وحسن التخلق بأخلاقه، واجمعنا به في الدنيا والآخرة، وأنت راض عنا أكمل الرضا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، وخلص أولى القبلتين، فرج عن إخواننا في فلسطين، فرج عن إخواننا في العراق، فرج عن المكروبين من عبادك في مشارق الأرض ومغاربها، وعجل للأمة بأمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحقائقها متحققين حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.